يعني النقاش المعجزة. طب معجزة يا ابني، انا مش عارف اقول لك ايه. يعني واحد ختم القران في 6 شهور وفي 5، هو في 5 ابتدائي، فيعني انا عملت 3 4 5 6 معجزات وانا واقف. ربنا يزيدك يا رب، اقسم بالله. انت عملت ايه معاك ريموت؟ انت طيب شغال بريموت كنترول ولا ايه؟ انا فكرت يا جماعه يقول الفتحه بالصوت الاولاني، الفتحه بالصوت الثاني، الفتحه بالصوت الثالث، دخلهم في بعض زي ما تقول معايا ريموت كنترول اللي هو كده. الحمد لله، اللهم صل على النبي عليك يا عم، ربنا يزيدك كمان وكمان. طب يا جماعه احنا لسه ما طلعناش من شقه المواهب. احمد نجيب قرر الحمد لله ان هو يقلد لنا كده شويه شيوخ. هتسمعنا مين ومين ومين؟ الشيخ علي جابر، اللهم صل على النبي الله يرحمه، والشيخ محمود علي البنا، اللهم صل على النبي ربنا يرحمه ان شاء الله، والشيخ مرمعك للثلاثه في صوت الفاتحه. الله اكبر، توكل على الله بقى. يلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على النبي. انت عملت ايه معاك ريموت؟ انت طيب شغال بريموت كنترول ولا ايه؟ انا فكرت يا جماعه يقول الفتحه بالصوت الاولاني، الفتحه بالصوت الثاني، الفتحه بالصوت الثالث، دخلهم في بعض زي ما تقول معايا ريموت كنترول اللي هو كده. الحمد لله، اللهم صل على النبي عليك يا عم، ربنا يزيدك كمان وكمان. يلا بينا يا جماعه هنسمع الاذان بالصوت الملائكي ده ان شاء الله باذن الله. يعني النقاش المعجزه. انت معجزه يا ابني، قول. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ممكن قول قول، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. أنا كنت بقول له في نص الأذان ما قدرتش، قلت له كمل الأذان كله. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا عم، أنت والله العظيم حاجة رهيبة. ربنا يزيدك يا رب من نعيمه أقسم بالله، وأشوفك بإذن الله بتصلي في أجمل مسجد في العالم كله إن شاء الله بإذن الله. ده اللي أنا كل بتمناه من الدنيا. أنا عارف إن هو حلم، وأنا كمان هبقى حلم إن هو أشوف الراجل ده بيصلي في أجمل مسجد في الدنيا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينتهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الله ينور عليك يا اخي. اقسم بالله العلي العظيم يا جدعان, يعني انا كل اللي بطلبه من ربنا ان اشوفه بيصلي يعني في الحرم, اشوفه بيصلي كده في السعوديه, عقد عمل على طول في مسجد في الامارات في الكويت. اخواتنا العرب الراجل ده امام مسجد, او في مصر في اكبر مسجد في مصر ده يصلي, يعني ده امام. ده انا بسمع امام دلوقتي, انا مش بسمع حد, لا انا حاسس ان انا بصلي وراه في مسجد او ماشي كده في الشارع وسمعت صوت شيخ فطلعت اجري وراه عشان خاطر اصلي وراه. ده اللي انا استشعرته, ده الموقف اللي جه في دماغي حرفيا. ربنا يزيدك, اقسم بالله حاجه رهيبه. ويعني الحاجه الحلوه ان هو فعلا صوته, يعني مش هو مسافر ومصفرني معاه. ربنا يزيدك, انت فعلا تستحق ان انت تصلي في اكبر مسجد في الوطن العربي كله. والله الله يعزك يا استاذ انت, يعني دي اكيد امنيه من امنياتك. بتمنى الله وحتى ان شاء الله يا جماعه نحققها له بجد. والله العظيم كلنا نسعى على الحاجه دي باذن الله. السنه دي تكون بتصلي في اكبر مسجد في الوطن العربي.